بغض النظر عن رأيي بي. فأنت ليش حين ما أخذ كل هالموقف من حسين كامل؟ موقفي من حسين كامل واعتبرت أنت في كلامك سابقا أن هو كلب صدام الوفي. بالضبط بالضبط. ليش هذا متلون الموقف؟ إنسان متلون متسلق على أكتاف العراقيين، على أكتاف أولاد عمه، على أكتاف حزب البعث، على أكتاف كل من صار مقابله، وتجي تقول لي أحط إيدي بيده؟ وصحيح ما كانوا موافقين بعض أفراد الأسرة على زواجه من رغد؟ نهائياً ما كانوا موافقين، وتصور الرئيس صدام حتى نطقها في المحكمة، يعني نهائياً كانوا مو موافقين عليه، يعني عرفوه. أنت شلون عرفت؟ أي شلون عرفت أن يعني بعض أفراد عائلة صدام كان حسين ما كانوا راضين على الزواج؟ لا مو تعرف أنت من تقعد مع زملاء، يعني هذا ممكن يكون كلام ناس يعني بالموجودين في القصر، و كيف يتكلمون كلام ما يعرفون، لأن هم غالبيتهم من تكريت، غالبيتهم من نفس العشيرة، فمن يقعد يحكي يقول لك ألبو ناصر وألبو كذا وألبو كذا ما كانوا موافقين، وبالتحديد برزان وطبان وسبعاوي وعدي كلهم كانوا مو موافقين. انت ذكرت ان حتى عدي ما كان موافق، ما كان موافق نهائيا، وما يريد يقول لك كيف انسان مثل هذا انت رفعته انت عليته وبعدين تعطيه هذه المناصب وتعطيه اختنا. فاتضح بانه هي رغد كانت يعني لها علاقه بي او تعرفه او تريده، وصار اللي صار. ولهذا بوقتها من زوجة أخوة صدام حسين استقالوا من كل مناصبهم، يعني صارت عملية عائلية. منو اللي استقال؟ كلهم، وطبان برزان كذا كلهم احتجاج على الزواج. احتجاج على الزواج.